أيها السادة، مرة أخرى نتحدث إليكم من مسرح سينما قصر النيل بالقاهرة. نحن الآن في فترة استراحة، وبعد برهة وجيزة سيفتح الستار عن الفاصل الغنائي الذي ستقدمه صباح. بجواري الآن أحد الحاضرين في هذا الاحتفال، وواحد من الفنانين الذين ساهموا بألحانهم بقسط كبير في هذا الحفل الساهر، هو الأستاذ كمال الطويل. احنا هنسمع دلوقتي صباح في أغنية مال الهوى. أي هل هو لحن من الألحان العادية عندك؟ الحقيقة هو اللحن ده كان مشكلة من الأول، لأن أنا كنت خدته مختارات من الإذاعة علشان ألحنه. بعدين الصوت اللي كانت الإذاعة طلبت إن أنا ألحنه ليه، حصل ظروف يعني منعته من إنه يؤدي اللحن. وبعدين شاءت ظروف برضو إن المطربة صباح تغنيه بموافقة الأستاذ شجاعي أو بتكليف منه. ومش عارف، انا لو كنت في الاول يعني عامل اللحن وما كنتش متصور انه هيلاقي نجاح ده، يعني لحن عادي، انما يظهر ان البساطه في الالحان يعني هي اللي بتبقى لها اثر كويس عند المستمعين. طيب يا استاذ كمان، متشكرين خالص. اهلا، شكرا لك. عطلناك شويه، معلش.